مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بمحطة ايهاب بلانيت. اليوم بدي اعلمكم كيف نعمل ليمونادة على الطريقة اللبنانية. بيلزمنا 4 حمضات متوسطة الحجم مثل ما شايفين هون، بنبرشهم بيعطونا هالبرش، هيدا برش الحامض، بواسطة مبرشة من هالنوع او بواسطة مبرشة خاصة من هالنوع، بنمرقها منطلع منهم برش الحامض. بعد ما نبرشهم بنعصرهم. انا هون عندي عصير 4 حمضات، بيطلع تقريبا نص كوب اكتر بشوي. بحطهم بوعاء، برجع بحط فوقهم البرش، برش الحامض، ريحته بتجنن. أريج برش الحامض كتير كتير ريحته حلوة. بواسطة خفة بسيط مثل هيدا كتير بحركهم، بضل بحركهم تقريبا شو دقيقتين لحتى كل الأريج اللي موجود بالبرش يطلع وينزل بالعصير، ولاحظنا كيف لون عصير الحامض صار أصفر أكتر من قبل. كان قبل أصفر على شفاف، هلأ صار أصفر سميك، وفعلا ريحته كل ما عم بخلط ريحة أريج الحامض عم تطلع. الحامض مثل ما بنعرف كتير مفيد للصحة. عصير الحامض لما نشربه مع الأكل ميزته أنه بيفتت تركيبة الكوليسترول وبينظف لنا شراييننا من الشحوم. من العصير اللي لازم الواحد يشربه دايما مع الأكل. خاصة لما يكون طبيعي. بعد ما اخفق البرش الحامض بالعصير الحامض، بجيب مصفاية، مثل هيدي، مصفاية بسيطة كمان، برجع بصفي العصير من البرش تبعه. كل البرش انعزل عن العصير، صار عندي خلاصة نكهة وأريج البرش بالعصير اللي معي هون. هلا بوعاء كبير مثل هيدا بحط عصير الحامض اللي خلطته مع برش الحامض، وبضيف له تقريبا نص كوب سكر، اكثر بشوي من نص كوب سكر، نص كوب يعني. انا بفضل، انا ما كثير بحب العصير حلو، في ناس ممكن تحط كوب يعني، فحسب ذوقكم. وبضيف له لتر من الماء، لتر من الماء البارد، لأن العصير طيب إنه يكون بارد. نخلطهم ومنضيف لهم ملعقة من ماء الزهر، يفضل ماء الزهر يكون طبيعي، 1 تيسبون ملعقة من ماء الزهر، ومنحركهم جيدا. وهلا صاروا جاهزين اما للتخزين او للشرب. هلا انا بدي هون اشرب عصير ليمونادة.
حاطط كوب في تلج وبسكت فوقه الليمونادة اللي حضرتها، منظر رائع. ما تتصوروا قديش طلعت الريحة حلوة لما نضفت المزهر، خاصة انه هيدا مزهر طبيعي 100%. مثل ما شايفين منظر رائع، بترككم شوي لحتى التلج كمان يبرد اكتر. طيب كتير مسقع هالعصير، والباقي العصير منخزنه بقنينة، يفضل قنينة زجاجية لانه البلاستيك مع الحامض ممكن يتفاعل ويسبب مشاكل بالصحة، فمنخزنه بقنينة زجاجية ونحطه بالبراد لاستخدام اخر. هذا العصير المخزن بداية تقريبا اسبوع بالبراد، وكل ما بدنا بنحط التلج وبنسكب وبنشرب. وصحتين على قلبكم، بتمنى انكم تجربوها لهالوصفة، وبتمنى انكم تعملوا لي سبسكرايب وكمان توزعوا هالفيديو لرفقاتكم. وبامكانكم باي وقت لما تكونوا على اليوتيوب تحطوا ايهاب بلانيت، كلمة وحدة ايهاب بلانيت، وبيظهروا لكم كل فيديوهات تبعولي. وبعدكم انه في فيديوهات كتير مهمة حتيجي قريبا، فعملوا سبسكرايب وتوقعوا مني المزيد. وشكرا جزيلا على المتابعة. هلأ بدي اشرب العصير وودعكم على امل التقي فيكم بفيديو اخر. باي باي.